السلام عليكم يا أصدقائي. في هذا الفيديو سوف أقرأ لكم قصة بعنوان في جزيرة النور، وهي صادرة عن المكتبة الخضراء للأطفال. ومع هذا الرسم المعبر لهذا الطفل، وفوقه امرأة، وجه امرأة، سنعرف داخل القصة من تكون. في جزيرة النور. تحت سماء زرقاء وفي منزل وضيع من منازل جزيرة صغيرة تسمى جزيرة المرجان، جاء إلى هذا العالم طفل صغير جميل الوجه حلو القسمات غزير الشعر، وكان ممن شهد مولده سيدة عجوز تتعاطى السحر وتتنبأ بالمستقبل، فقالت: ستكون لهذا الصبي حياة كلها فوز ونجاح، وسوف ينتقل من نصر إلى نصر، فإذا بلغ سن العشرين فسوف يتزوج ابنة الملك هذه الجزر. فرح أهل الصبي بنبوءة السيدة العجوز، فاحتفلوا بميلاد الطفل احتفالا كبيرا. وبينما كان جميع الحضور مستسلمين إلى المباهج والأفراح، حلق في فضاء الجزيرة عصفور ملون الريش ووقف يسمع أحاديث السكان، ثم طار إلى الملك يخبره بنبوءة الساحرة العجوز. سمع الملك هذا الخبر فتملكه الغضب، وأراد أن يقف هو نفسه على جلية الأمر، فركب زورقا صغيرا ونشر الشراع وسار في اتجاه جزيرة المرجان. وقبل أن يبلغ بعض شواطئها رمى بنفسه في البحر متصنعا الغرق، وسبح حتى حط على الشاطئ. هرع سكان الجزيرة الصغيرة إلى إنقاذ الغريق، فحدث عن دهشتهم ولا عجب حينما عرفوا أن الغريق إنما هو الملك وقد نزل جزيرتهم. فمضى كل منهم يسابق سواه في الحصول على شرف إيواء الملك، فكان ذلك الشرف من نصيب أهل المولود الجديد. تظاهر الملك عند رؤيته الطفل بأنه مدهوس من جماله، فطلب أن ينام على مقربة من مهده، فأكبر والداه هذه النعمة العظمى وانسحب من الغرفة بعد أن أعد للملك مكانا يضطجع فيه، أي ينام فيه. فما هو أن ينفرد الملك بالطفل حتى يضعه في سلة من سلال الخبز ويخرج به سرا من المنزل الصغير ويجد في السير إلى الشاطئ. وهنا نزل الملك يخوض عباب الماء، فلما وضع الماء إلى ركبتيه وصل الماء إلى ركبتيه ألقى بالسلة فوق سطح البحر، فأخذت تتراقص على حركات الموج، ثم عاد إلى المنزل ودفن كيس نقوده في زاوية بعيدة من زوايا الحديقة، ودخل الغرفة واستلقى إلى فراشه ونام نوما عميقا. وعند الصباح خرج الملك يستنشق النسيم العليل، فدخلت أم الطفل الغرفة تريد أن تغير له ملابسه، فاستحوذ عليها قلق لا يوصف عندما رأت المهد خاليا. فدارت في الغرفة دورات كثيرة، ثم تقصت المنزل كله باحثة عن الطفل فلم تجد له أثرا، وانتهى بها الأمر إلى أن تطلع الملك على اختفاء الطفل وهي تعول وتبكي. وأبدى الملك أنه آسف حزين لهذا الخبر، وأظهر أنه يبحث عن كيس نقوده، فلما لم يجده صاح قائلا: لقد كنا يا سيدتي ولا شك فريسة لص ماهر، استولى على طفلك كما استولى على كيس نقودي، فيجب عليك وعلى زوجك
أن يطيل البحث عن هذا اللص، أما أنا فسأعود إلى قصري وأخصص جائزة سنية بمن يلقي القبض على اللص اللعين. وشكر الملك والدي الطفل على كرم ضيافتهما، وودع أهل الجزيرة كلهم، وقفز إلى زورق من زوارق الصيادين، ورجع به إلى قصره. ومضت عدة سنوات على هذا الحدث دون أن يعثر على اللص ولا على الطفل المسروق. وكان الطفل بعد أن تقاذفته الأمواج طويلا قد وقع في شبكة صياد من صياد اللؤلؤ، فأخرجه من الشبكة ثم من السلة، وعجب الصياد من جمال الطفل وشعره الذهبي الغزير. ولم يكن لهذا الصياد ولد، فكم تمنى هو وزوجته أن يرزقهم الله بولد يكون لخاطرهم بهجة ومسرة. فحمل الطفل إلى كوخه وهو فرح مغتبط، واستقبلته الزوجة بالبشر والترحاب. عاش الطفل في هذه الأسرة الكريمة 19 عاما، وعندما هم أن ينتقل إلى عامه 20 هبت على البحر عاصفة هوجاء. وكان الملك على عادته يتقصى شؤون جزائه متنقلا من واحدة إلى أخرى بزورق صغير، فلم يقوى قاربه على مقاومة الأمواج الهادرة، فاضطر إلى أن ينزل بأقرب جزيرة لاحت له. فلما حط قدمه فوق أرضها وزال فيها قليلا، يعني تسار فيها، وجدها جزيرة قفراء يعني خاوية قد خلت إلا من بعض الأكواخ. فطرق باب كوخ صغير كانت فيه امرأة تعنى بشؤون كوخها، وكان فيه شاب قد جلس في زاوية من زواياه يصلح شباك الصيد. ففتحت المرأة الباب وسألها الملك أن يقضي ليلته ضيفا عليهما. وبعد قليل أقبل الصياد ودخل كوخه، ولشد ما اغتبط ودهش عندما عرف أن ملك جميع الجزائر جالس تحت سقف بيته. طرح الملك كثيرا من الأسئلة على الصياد وزوجته، وكانت عيناه في أثناء طرح هذه الأسئلة لا تفارقان الشعر الذهبي الذي يزين رأس الفتى الجالس في زاوية الغرفة. فكان يخيل إليه أن لمعان ذلك الشعر الجميل غير غريب عنه، وعبثا بحث في ذاكرته فلم يعرف أين ومتى رأى ذلك اللمعان. وكان من أجوبة الأسئلة التي عاد الملك فطرحها على الصياد وزوجته أنه علم أن لا ولد لهما، وأن الفتى هو صاحب الشعر الذهبي، إنما انتشله الصياد من البحر منذ نحو 20 عاما، وقد كان في سلة تتراقص فوق سطح الموج، فهو لا شك لقيط من اللقطاء. فهم الملك أن الطفل الذهبي الشعر الذي ألقاه في البحر وأراد أن تبتلعه الأمواج قد عاش، وأنه ذلك الفتى الذي يطيل النظر إليه. ففكر على الفور في وسيلة تهلكه، فطلب رقا كتب فيه الكلمات الأتية: إذا تلقيت هذه الرسالة فاقتل حاملها إليك. ثم أغلق الرسالة وختمها وسلمها إلى الفتى وقال: خذ هذه الرسالة وأوصلها إلى جزيرة النور حيث تقيم زوجتي وابنتي، فإذا بلغتها فذهب إلى القصر، فسوف تستقبل فيه استقبالا يليق بحامل مثل هذه الرسالة. فلم يخالج الفتى أي سوء ظن كان، وأخذ الرسالة ومضى بها فوق زورق خفيف يصارع الأمواج وتصارعه، ولكنه لم يستطع أن يذهب به بعيدا، فقد كانت الأمواج هائجة عاصفة. فاضطر أن يلتجئ إلى جزيرة من الجزر، وأن يطرق باب كوخ تسكنه 3 فتيات جميلات لطاف. استقبلنه ببالغ الحفاوة والترحيب، وساعدناه على خلع معطفه المبلل، وهيئنا له سريرا مريحا، وأخذنا يجادبنه أطراف الحديث،
فلم يبخل عليهن بذكر الأمر الذي عهد فيه الملك إليه. عهد. فغبطت الفتيات حظه السعيد، وتخيلن ما سوف يقابل به في القصر من ضروب الحفاوة والتكريم. ثم استأذن الفتى منهن وارتمى إلى سريره، وكان التعب قد نال منه ما ناله، فغرق في سبات عميق. أما الفتيات الثلاث فما استطعن أن يصرفن النظر عن الرسالة، وقد وضع الفتى فوق قطعة من أثاث الغرفة. ها هما البنات الثلاثة، ها هو الولد شعر الكتف، ها هو كتشوفوا لما ها هو فاش كان صغير عندما كان صغيرا، وهنا عندما أصبح كبيرا. وكان الفضول يغريهن بفتح الرسالة ومعرفة محتواها، فكسرن الخاتم وقرأن حكم الملك على ذلك الفتى الجميل التاعس، فأخذتهن الشفقة به وأحرقن الرسالة، وكتبن رسالة أخرى شبيهة المضارب الأولى، وطلبنا فيها من الملكة أن تزف ابنتها إلى حامل تلك الرسالة. وفي الصباح ودع الفتى مضيفاته الحسان، وذهب يمخر عباب الماء في بحر رائق هادئ. فلما انتهى إلى جزيرة النور احتفى القوم به احتفالا كريما، بعد أن علموا أنه رسول الملك الذي انقطعت أخباره منذ وقت طويل، وأوصلوه إلى القصر في موكب عظيم، حتى إذا مثل بين يدي الملكة سلمها الرسالة المختومة، فقرأتها مسرورة وأفضت بمحتواها إلى أهل البلاط، وأمرتهم بأن يعدوا معدات عرس الأميرة. وكانت الأميرة حلوة الخلال، لطيفة المعشر، ذات جمال رائع، فوقعت في قلب الفتى أجمل موقع، كما أسرها هو بجميل مظهره وكرم خلقه. وفي مساء ذلك اليوم عقدت خطبة الأميرة إلى الفتى دون انتظار عودة الملك، وكان الخطيبان على أوفى قدر من الغبطة والسعادة، ولكن هناءة الخطيبين لم تدم طويلا، فقد رجع الملك فجأة إلى قصره بعد أن تفقد شؤون جزره. فما كان أشد دهشته وغضبه لما رأى إلى جانب ابنته الجميلة فتى كان الملك قد سعى إلى هلاكه منذ 20 عاما. واستدعى الملك الفتى وهو يحتدم غيظا، ووجه إليه سيلا من الأسئلة في غضب وقسوة، وطلب إليه أن يجيبه عنها بلا كذب ولا رياء، واتهمه أنه زور الرسالة التي كتبها بخط يده وسلمه إياها، وأنه استبدل بها غيرها. فلم يعرف الفتى بماذا يجيبه، وعندما أرادت الأميرة أن تشفع لخطيبها لدى أبيها الملك، أمر الملك أن لا يظهر الفتى ثانية في القصر، جرى عليه من القصر، إلا إذا ظفر بشعرات 3 من ذهب. خصو يجيب 3 ديال الزغبات يكونوا من الذهب، يقتلعها من رأس عملاق ينتمي إلى الأغوال، كان يقيم في كهف من كهوف جزيرة النور، ويملأها ذعرا ورعبا. واحد الوحش، كانت تلك حيلة عمد إليها الملك في سبيل أن ينجو من عدوه الشاب، فما من أحد حاول الوصول إلى العملاق الغول، وعاد حيا يرزق. وفي الحال صار الفتى إلى حيث يقيم العملاق الغول، ودخل في أثناء الطريق مغارة كان على بابها شيخ هرم، سأل الفتى قائلا: لماذا انقطع السمك الفضي من وضع بيضه الملألئ وفي ماء المغارة؟ فقد حرمني بذلك أن أرى النور، وقضى علي أن أعيش في عتمة النور. فاستغرب الشاب منها من سؤال كهذا، ووعد الشيخ بأن يفكر في المسألة وبأن يجيبه عن سؤاله عند عودته، وتابع سيره في الظلمة الحالكة. وما زال الفتى يحث الخطى حتى استوقفه شيخ آخر، وأنهى إليه بأمر يقلقه ويحزنه،
ذلك أنه حينما يعصر عشب البحر لا يستخرج منه العصير. فوعده الفتى بأن يجيبه عند عودته عما يقلقه ويحزنه. ثم أكمل الفتى مسيرته إلى أن وصل إلى نهر صغير لم يستطع أن يعبره. وصل واحد الواد ما قدرش يدوزه، فهم أن يقفز إلى الضفة الأخرى، ولكنه أدرك أنه لو فعل، شكون هذه؟ الأميرة. أميرة اللي غيتزوجها في الآخر، غتزوجها أصلا. لا غرق لا محالة. فآثر أن ينتظر بعض لحظات، فرأى ملاحا يقود زورقا من ضفة أخرى، فرضي الملاح أن يعبر به النار، ولكنه أفضى إليه بسأمه من مهنته هذه، وسأله لماذا لا يتناوب العمل معه ملاح آخر. فوعده صاحبنا بالجواب عند عودته، ثم مشى مشيه الحثيث حتى دخل سردابا مظلما تنبعث منه حرارة متقدة، فاعترضه باب من الأبواب فطرقه، ففتحت له الباب امرأة عجوز، امرأة كبيرة، فحدقت إلى الفتى وأعجبها جماله، فقالت له: ماذا جئت تعمل هنا أيها المسكين؟ ألا تدري أنك في بيت عملاق ينتمي إلى الأغوال، ولا يحب الصبيان ولا الشباب من بني الإنسان؟ فأثر في قلب الفتى مظهر المرأة العجوز الفياض بالحنان، فأخبرها بالهدف الذي جاء من أجله وبقصة الرجال الثلاثة الذين لقيهم في طريقه. وبينما كان يحدث المرأة العجوز إذ سمع وقع أقدام آتية من بعيد، فعرف منها أنها خطوات العملاق الغول، فحولته المرأة على الفور بقوة سحرها إلى نملة وارتها في طيات ثوبها وعادت إلى مغزلها تتم عملها به. ودخل العملاق الغول الغرفة وأخذ يطوف بزواياها ويشم الرائحة في كل منها وهو يقول: أشم رائحة لحم إنسان. فقالت له العجوز وكانت خادمته: كلا يا سيدي، إنها رائحة الشواء الذي أعددته لطعامك، قد كان ينضج. فسكت العملاق كأنه اقتنع بكلام الخادمة ومضى يجلس إلى المائدة، فأكل بقرة مشوية برمتها ثم نام في مقعده. وأقبلت المرأة على النملة تحدثها بصوت خافت كأنه الهمس، وحاولتا معا العثور على وسيلة تقتلعان بها ثلاث شعرات من ذهب كانت في رأس العملاق الغول. فاقتربت المرأة من العملاق وصرخت في أذنيه: ويلي، لقد لمحت قشرا يملأ طيات شعرك، فاسمح لي أن أجري المشط في رأسك لأنظفه مما قد يكون فيه. وهي غير حيلة بس حتى تنتزع الشعرات الثلاث. فزمجر العملاق قليلا وفتح جفنيه وأغلقهما، ورضي بما طلبت خادمته، وأسند رأسه إلى ركبتيها وعاد إلى سباته العميق. راو العملاق الغول، وهذا الغول شكون هذا؟ الغول. أعملت الخادمة المشط في رأس العملاق واقتلعت منه شعرة من ذهب خبأتها في جيبها. فاستيقظ العملاق من نومه متألما وقال: أمجنونة أنت يا هذه؟ لماذا تشدين شعر رأسي؟ فقالت الخادمة: اعذرني يا سيدي، فقد كنت أحلم حلما مزعجا رأيت فيه مغارة جدي الكبير يعوزها النور. فقال العملاق: ليس الأمر بذي بال، هناك سمكة سوداء
تتسرب إلى ثنايا الحجارة وتبتلع البيض الملألأ، فما عليه إلا أن يقتل تلك السمكة فتعود المغارة فياضة بالضياء. قال العملاق هذا الكلام ورجع يغض في نومه. فانتظرت المرأة العجوز قليلا، ثم اقتلعت شعرة ثانية من رأس العملاق، فصحى غضبان يخور خوار الثور وقال: الويل لك أيتها اللعينة، لماذا تقضينني من رقادي بين حين وحين؟ احرصي على راحتي وإلا مزقتك تمزيقا. فقالت له المرأة العجوز وهي ترتجف خوفا: لقد حلمت مرة ثانية يا سيدي، وسألت نفسي لماذا جف عشب البحر البنفسجي ولم يعد يستخرج منه ذلك العصير اللذيذ، فلم أعرف جوابا عن هذا السؤال. فقال العملاق الغول وهو شبه نائم: من قال لك إن ذلك العشب لا يؤتي العصير اللذيذ؟ إن برغوث البحر وهو أسرع من الشيخ العجوز يمتص السائل قبله، فما عليه إلا أن يقتل البرغوث، فإن فعل فسوف يجد المغارة مملوءة بالعصير. وعاد العملاق إلى النوم وتوعد الخادمة بصارم العقاب وبضربات أليمة من عصاه إذا هي أيقظته مرة أخرى. فالنوم سلطان، وهو يريد أن ينام ملء جفنيه بعد البقرة المشوية التي التهمها، أي التي أكلها. فما كاد العملاق الغول يستسلم إلى الرقاد ويهنأ بلذيذ نومه، حتى عمدت المرأة الخبيثة إلى رأس العملاق وانتزعت منه شعرة ذهبية للمرة الثالثة. فاستيقظ العملاق وهو يستشيط غيظا ويقذف الشتائم من فمه، وتناول عصاه الغليظة وأهوى بها على خادمته. مثنى وثلاث ورباع، فصاحت هذه من الألم وأخذت تجهش بالبكاء وهي تقول لسيدها: عفوك يا سيدي، فما قصدت إلا أن أزعجك في منامك، فراحتك عندي أغلى من كل شيء في هذه الدنيا، ولكني حلمت أن الملاح الذي يعمل على زورقه بين ضفتي النهر الصغير قد سئم من العمل وحده، وأنه يطلب أحدا يعاونه ويتناوب معه. فقال العملاق الغول وهو متدمر متأفف: ما أسهل هذا الأمر، فليس للملاح أن يسأم ولا أن ييأس، فما عليه إلا أن يضع المجداف بين يدي أول مسافر يقبل عليه ويقفز هو إلى الضفة فيرتاح مما يكابد من عناء. لفظ العملاق الغول هذه الكلمات واستلقى إلى سريره وغاص في بحر النوم، لا يريم ولا يتحرك وهو في ملابسه الكاملة، وكان صوت شخيره يملأ جو الكهف ويتعده إلى الجواء المحيطة به. وانقضت لحظات قصار، خرجت المرأة العجوز بعدها من الغرفة وأعادت للفتى بقوة سحرها شكله الإنساني، وقدمت له الشعرات الذهبية الثلاث واثقة من أنه وهو ممسوخ إلى نملة كان حاضر الدهن مرهف السمع، قد أحاط بكل ما قاله العملاق الغول إحاطة تامة، وفهم منه كل ما يتعلق بالأسئلة الثلاثة التي طرحها عليه الرجال الذين لقيهم في طريقه العملاق الغول. ولا تسل عن الفرح الذي استولى على قلب الفتى عندما تسلم الشعرات الذهبية الثلاث ورأى فيها عنوان توفيقه ونجاحه، ولا تسأل كذلك عما غمر به المرأة العجوز من عبارات الشكر والثناء وعرفان الجميل،
ودع الفتى المرأة العجوز ورجع من حيث أتى وغذ في السير إلى أن بلغ النهر الصغير، فما إن رآه الملاح مقبلا نحوه حتى انتظره بفارغ الصبر وسأله في لهفة وشوق: هل جئتني بالجواب يا سيدي؟ هل أظفر بمن ينوب عني في العمل بعد الجهد الجهيد الذي أنا غارق فيه؟ فقال له صاحبنا في خبث ودهاء ولم يشأ أن يجيبه عن سؤاله قبل أن يضمن لنفسه الوصول إلى الضفة الأخرى: انقلني إلى الضفة الثانية أولا أجبك عندئذ عن سؤالك، فعندي لك الجواب الشافي. فلم يكن من الملاح الطيب القلب إلا أن أذعن لرأي مخاطبه وأركبه قاربه ومضى به إلى الضفة الأخرى. فلما بلغها صاحبنا الخبيث أنهى بالجواب إلى الملاح على النحو الذي سمعه من العملاق الغول، وأطلق ساقيه للريح هربا من محدثه الذي فغر فاه دهشة واستقرابا، وما زال يجد في فراره ويطوي ما في الأرض من غابات وحقول وجبال وسهول حتى بلغ المغارة التي أعرب له حارسها عن نقص العصير فيها، فأخذ يرقب المكان ويترقب مرور برغوث البحر حتى لقيه وصاده وقتله. ثم قال للحارس الشيخ: يمكنك بعد الآن أن تستخرج العصير من عشب البحر البنفسجي، قد كان برغوث البحر يمتصه، وها أنا دا قد قتلته من أجلك. فشكره الشيخ على صنيعه شكرا جزيلا، وقدم له على سبيل الهدية والفاء بالجميل بغلا محملا بالذهب. ها هو البغل، ها هو الشيخ العجوز، ها المغارة، ها الطفل الصغير. أخذه وأكمل سيره إلى المغارة الأولى، فلقي حارسها وحياه تحية جميلة وقال له: لقد جئتك بالجواب يا سيدي، فلن تشكو بعد اليوم من ظلمة المغارة، ما يبقاش الظلام عندك في المغارة. فقال له الحارس متلهفا: أسرع في جوابك يا فتى، فإني في أشد الشوق إليه، فقد كفى بي ظلمة وعتمة حالك. فقال له الفتى وهو يبتسم: إن هناك سمكة سوداء هي التي تبتلع البيض الملألئ وترميك بالظلام. هاي السمكة سوداء. وأتبع كلامه بأن شرح للرجل الوسيلة التي يستطيع بها أن يقضي على السمكة السوداء ويستعيد الضياء في المغارة. فشكره الحارس الشيخ ذو اللحية البيضاء شكرا وافرا وقال له: إنك لصاحب فضل علي لن أنساه مدى الحياة، فهل تأذن لي في أن أهدي لك على سبيل التذكار هدية أمنحك إياها من صميم الفؤاد؟ قال هذا وغاب قليلا وعاد وهو يقود بغلا محملا أيضا بالذهب، ووضع مقوده في يد الفتى، فأخذه منه الفتى وقلبه يخفق خفقانا شديدا من الفرح والسرور، وودع الشيخ وقفل راجعا في طريق القصر ينزل الأودية ويصعد في الجبال ويجتاز الغابات ويطفئ ظمأه من مياه الينابيع التي يمر بها، ويشبع جوعه من ثمار الأشجار التي كانت تعترض طريقه، إلى أن أدت به خاتمة المطاف إلى قصر الملك. فلما رأى الملك أن الفتى ماثل أمامه وأن المخاطر التي عرضه لها لم تنل منه ولا أفقدته الحياة، ثار ثورة عارمة وعاد يجن جنونه، غير أن الفتى عاد ببغلين محملين بالذهب فضلا عن الشعرات الثلاث، وتلك ثروة لا يستهان بها وتزيد على ثروة الملك.
وهذا ما جعل الملك يرضى به زوجا لابنته. وكانت معدات العرس قد تمت منذ حين، فزاد القوم عليها، وما إن حدد يوم الزفاف وتمت فيه الشعائر الدينية حتى استسلم القوم إلى مهرجان عظيم استمر 7 أيام بلياليها، وكثرت فيه الولائم والمآدب الحافلة بألذ ألوان الطعام، فمن لحم منوع الأصناف بين مطبوخ ومشوي إلى حلوى متعددة الشكل والطعم يسيل لرؤيتها اللعاب، إلى ثمار ينيعة شهية هي خير ما أنتجته البساتين الملكية. أما الرقص والغناء والموسيقى فحدث عنها ولا حرج، فقد عاش القوم أسبوعا كانوا فيه سكار الألحان والأنغام، وكان العروسان في سعادة ما بعدها سعادة، وكان قبلة الأنظار لا يشبع الحاضرون من النظر إليهما، مأخوذين بشبابهما الناضر وجمالهما الخلاب وابتساماتهما الساحرة التي كانت تطلع في القلوب فجرا مشرقا وضاحا من السعد والهناء. وانتهت الأفراح والليالي الملاح، وبدأت الغيرة تنخر قلب الملك وتوغر صدره، فقد كان يعز عليه أن يرى صهره أغنى منه يمتلك أحمال الذهب، في حين لا يمتلك هو منه إلا النذر اليسير. فعزم أن يرحل هو أيضا إلى كهف العملاق ويمر بمن مر بهم صهره، لعله يعود منهم ببغال تنوء ظهورها بالذهب والجواهر، غير أنه ما كاد يصل إلى الملاح الذي ينقل المسافرين بين ضفتي النهر حتى وضع الملاح في يده مجداف القارب وقفز إلى الشاطئ ولاد بأذيال الفرار، هرب ما بغاش يركب ويقطع ذاك. وبقي الملك وحده في الزورق يدير المجداف في عباب الماء ويخوض بالزورق على غير هدى، لا يتوخى في خوضه غاية منشودة، ذلك أنه كان يجهل مقر العملاق الغول ولا يعرفه إلا على وجه التقريب. فذهب إلى النهر إلى أقاصي البقاع ولم يعد قط إلى قصره، ولا عجب في ذلك، فمن يذهب إلى لقاء العملاق الغول لا يرجع من عنده سالما. وعبثا انتظر الملك أن يأتيه رجل يأخذ المجداف من يده ويمكنه من أن يعود إلى قصره ولو بغير تلك الكنوز التي كان يطمع فيها، فطال انتظاره وطال غيابه. انتهت القصة، تمت، وهاي العروس الجميلة التي تزوجها هذا الطفل الصغير. أين ولد الطفل الصغير وبأي جزيرة؟ جزيرة النور. إلى اللقاء يا أصدقائي، كانت هذه قصة جميلة بعنوان في جزيرة النور للأطفال، وأتمنى أن أقرأ لكم قصصا أخرى في هذه القناة أو في هذه القناة المباركة، ولا تبخلوا علينا باشتراككم في القناة والضغط على الزر الإعجاب ومشاركة القناة مع أصدقائكم لتشجيعنا على المزيد من العطاء. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والسلام عليكم ورحمة الله. وسأنهي القصة بهذه الصورة لهذا الطفل الصغير الجميل، هذا هو الطفل الجميل الصغير الذي كان هو بطل هذه القطة.
قطة. هذه هي القصة. قصة. ليس القصة. ليس هذا هو